كنشر بعض القصائد ديالو، لان هذيك القصائد تعبر على على لان كان هو كان اللسان ديالنا. اما بالحقيقه السي محمد المشهور ديك الجرأة اللي كانت عنده هو ما كانتش عندنا. وهذا حسن عمري عيش معاه في المهم اوقات في باريس، لان كان عايش هو حتى كيقرا في باريس في السوربون، وعشنا الحب. دونك هذه القصيده هذه مكتوبه في مونبارناس سان مارو، دونك سان كافي معروف في ديك المنطقه في مونبارناس بيان فيني، ولكن كانت دائما عنده هو هذيك الجرأة. دونك هنا من بالنسبه للبلقايد هذه كرساله ماشي قصيده، وانما رساله عن طريق في الشكل هذا هو تذكر القارئ وهذا هو بانه في واحد الزمان كان هناك رسائل. وعندي واحد مجموعه رسائل اللي كانت رسائل ادبيه، يمكن دابا حاليا الفيسبوك ولا هذا عوضها، ولكن دائما كانت رسائل. هذيك هي هذا هو الدور الفصلي. بالنسبه للسؤال ديال سي محمد المبشور، بالنسبه لي يمكن كلامك صحيح، انا الهدف ديالي الرئيسي لا على مستوى بالنسبه للناس، واش هنا شفنا كيتذكروا بانه كانت عندنا مكتبه اسمها مكتبه ابن خلدون، ما عرفتش واحد كيقرا عليها، كانت مكتبه حدا ابن خلدون، وهذه المكتبه خسرنا فيها 5000 درهم في هذيك الوقت هذا هو، وكان اللي بغى يقرا يمشي يقرا فيها. دونك كانت مفتوحه للقراءه. كنت فتحت انا واحد السيد الله يرحمه عبد القادر.